طبعا انت سمعت عن صعوبات التعلم معروفه طبعا عارف قريت عنها عندك فكره المناهج العيال ما بتفيش خالص حاجات صعبه خالص جدا حساب والعربي لا 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 معلش معلش انت قصدك صعوبات التعلم اللي هو انا العيال مش عارفين يتعلموا ما انا مالي انا ما يذاكروا ولا ما يذاكروا ماشي طلع عنهم مذاكر انا بكلم صعوبات التعلم بالنسبه لي انا احنا يا بيه اللي بنتعب في التعلم الفلوس اللي بندفعها والبهدله اللي احنا بنبهدلها انا عايز اسالك سؤال مين الشخص اللي قال المقوله المضلله بتاعت ان العلم لا يكيل بالمال دي مين ها جرب كده اتاخر قسط المدرسه اسبوع وشوف بقى بيكيل بالمال ولا بالحب الواد ما يستلمش الكتب نتيجته تتحجب يركبوه الحمار بالعكس في حوش المدرسه ويزفوه ده انا كده بتكلم عن مصاريف المدرسه بس لوحدها حاف لسه ما اتكلمتش عن الدونيشن اللي هو المفروض تبرع بس هو في الحقيقه اجباري طب حضرتك ما تزودوه على المصاريف وخلاص يعني ما دام كده كده هندفعه لا لا معلش ده دونيشن حضرتك للمدرسه طب انا مش هدونيت لا ما هو مش بمزاجك ده الدونيت ولانه اجباري الله ما توقفوا في حته انا عرفت واتاكدت بالطريقه الصعبه ان العلم سلاح العلم سلاح فعلا العلم بيغزني كل سنه كذا مره في ميعاد اقساط المدرسه ولسه مشايلني في وشي السنه اللي فاتت يعني من اسبوع مش حضرتك لسه باين دفعت المصاريف دفعت الدونيشن تبرع اللي بالعافيه تمام ادفع اليونيفورم بقى طقمين صيفي طقمين شتوي طقم بي اي اللي هي الالعاب عادي بس لما نقول بي اي بتبقى اغلى وخلاص مش عارف ليه جزمه عاديه جزمه بي اي غاليه مش جزمه العاب كاوتش والكلام الفارغ ده بتاع زمان لا لا طبعا وشرابات كتير ليه علشان في كل غسله في فرده بتوف مثلث برمودا اللي في الغساله وكميه لا نهائيه من الجاكيتات علشان جاكيت المدرسه بيضيع بلا رجعه كل اثنين وخميس معروفه اكتب بقى الاسم ثلاثي رباعي العنوان التليفون اتشقلب حط فويس نوت على الجاكيت الزق صورتك انت والعيال مفيش اعملوا علم اي رفرف اي حاجه بيضيع الجاكيت دلوقتي زمانه في مكان تاني مكان افضل واجمل بكتير مع كل اصدقائه الجاكيتات المفقوده بيجري ويلعب في بساتين وحدائق وانهار جميله انهار من الجواكت كده طيب احنا اتكلمنا عن اللانش بوكس الووتر فلاسك السبلايز المدرسيه ولا لسه صعب اسقطهم وانسى دي هم مؤلمين شويه فاسمح لي اترجم لحضرتك اللانش بوكس ده هو كيس البلاستيك اللي كنا بناخده معانا زمان باختصار واللانش باك ده استهبال زياده على اللانش يعني كيس في كيس دي كل الفكره الزمزميه هي الووتر فلاسك الاختلاف ايه بقى ان الووتر فلاسك لازم يكون عليها سبايدر مان او باتمان او فروزن مثلا او اي عفريت ازرق وتبقى غاليه بس السبلايز يا سيدي اللي هي الادوات المدرسيه حاجات عاديه خالص واساسيه جدا كل الاولاد بيحتاجوها طبعا ما فيهاش كلام يعني اقلام اساتيك برايات الوان فلوماستر خشب شمع الوان ميه الوان جواش الوان وش عشان يرسموا على وشهم الوان ظهر عشان يرسموا على ظهرهم توال فرنساوي كراسات ورق ملون قص ولزق رزم ورق ديتول وايبس مناديل صلصال دبابيس طقم بايركس طقم جيلي طقم خشاف بدله غطس سان بلوك تلفزيون ال سي دي يعني باختصار دي بتكون شويه طلبات اسطوريه باسعار فلكيه وكميات وهميه بنجيبهم اول السنه ونستردهم اخر السنه بس مفعصين شويه فاهم عهده كده نسيت اقول لحضرتك ان المدارس بقت في محافظات بعيده ونائيه فلك ان تتخيل ان مصاريف باص المدرسه هي تقريبا بتبقى ما يعادل انك تقطع تذكره سوبر جيت للعيل ذهابا وايابا كل يوم هم على سفر برضو في بنود جانبيه بقى نسريات يعني زي ايه زي رحله كيدزانيا والملاهي الحفلات الهالوين البوكيت ماني بتاع الحفلات الفان دايز والنشاطات والبالونات والحركات حاجات بسيطه يعني عيب الواحد يتكلم فيها اصلا دي نسريات يا بيه نسريات خلاص كعيد دم قلبك سوينا الامور الماديه هزرنا كتير ولعبنا كتير نخش على الجد بقى ممكن المذاكره هم بالليل ومزله بالنهار الاهم بقى ان موضوع المذاكره للعيال ده له كاري ولا كار مهم الغلبانه اللي بتطلع روحها يوميا في العمليه المعذبه دي لما جالها التهاب العصب السابع وبوادر صرع من الهومور الست هتروح مني انا بصراحه شايف ان لو في اي امكانيه ان يحصل طلاق بين الام وولادها كان اكيد يمين الطلاق كان هيترمي وقت الهومور وقت الواجب هتلاقي الام انتوا طالق المأذون يجي بقى والأم تقعد على يمينه والعيال على شماله يا مدام حضرتك متأكدة يعني طب يعني قرارك نهائي مفيش أي مجال للصلح طب مفيش أي فرصة أنك ترجع عن القرار ده طب يمكن حضرتك تسرعتي رميتي اليمين في لحظة غضب ساعة شيطان واجبات متراكمة مش يمكن مثلا طلعت منك كلمه لا اراديا كده اثناء واجب الماس وحضرتك عارفه ان الاراء اجمعت ان الطلاق لا يقع اثناء واجب الماس لانه برضو ضغط جامد وابتلاء مش هين اختبار حقيقي يعني لصلابتك وصلابه العلاقه بينك وبين ولادك راجعي نفسك مفيش فايده لا حول ولا قوه الا بالله طب بطايقكم يا اساتذه بص يا استاذ انا حضرتك ممكن استحمل كل الكلام اللي فات ممكن استحمل كمان جروبات المدرسه بتاعه الواتساب لكن انا مش قادر استحمل المناهج واللي فيها انا قعدت مره ذاكر نحو لبنتي انا بقيت مش فاهم حاجه بيتعاملوا معاك في الاسئله كانك في مصلحه حكوميه ولازم تخلص شويه طلبات استخرج من القطعه مضاف ومضاف اليه معطوف ومعطوف عليه نعت ومنعوت فيه الفعل والمفعول به بعد كده هتعدي على المعجم تكشف على شويه افعال وتطلع تعرف ما تحته خط من عند مدام عفاف اللي في الثالث يا عم اديني كلام يفيدني وانا هبقى خدام لقمه عيش مش تقول لي هات جمع كلمه وحي
ومذكر كلمة نملة، ومن هو الشاعر قائل الأبيات والاسم المطولة واستخلاص الألمونيوم كهربائية والساين والكوزاين والطلاسم دي؟ أنا عمري في حياتي ما اتزنقت في موقف احتجت فيه إن استخلص الألمونيوم كهربائيا خالص على فكرة خالص، ولا عمري اتحطيت في مشكلة وقلت آه يا ولادي الإيه الساين والكوزاين، فاكر خدناها في المدرسة، العب بقى اعملها دلوقتي هتلاقي مشاكلك اتحلت. ما حصلتش، المناهج مليانة حاجات ملهاش أي استخدام. لا استنى، افتكرت في قاعده اف هي الحاجه الوحيده اللي انا بستخدمها دلوقتي لغايه النهارده، انا عايش بيها. لما مراتي بتطلب مني حاجه بقول لها اف حصل كذا وكذا اي ويل اعمل لك اللي انت عايزاه ان شاء الله، وبخلع من الموضوع. يعني في امل، يعني في امل في اولادنا هيتعلم.